مؤتمر كوب 27 لتغير المناخ في دورته 27 معا للتنفيذ بيحمل في طياته الكثير من الرسائل المهمة لكل العالم، ومن أبرز هذه الرسائل أن مدينة شرم الشيخ هي التي سوف تنطوي على القرارات المهمة والمصيرية التي ستنطلق من هنا من المدينة الخضراء مدينة السلام، وذلك في مؤتمر كوب تغير المناخ كوب 27. وبشرفنا بالحضور على شاشة القناة الأولى المصرية التلفزيون المصري وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد. دكتورة ياسمين، معالي الوزيرة، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا معالي الوزيرة. الحقيقة مجهود رائع في تنظيم هذا المؤتمر بكل ما فيه من جلسات ثرية للغاية وفعاليات كثيرة جدا وبمشاركة دولية واسعة وزخم دولي الحقيقة كبير جدا. الحدث أبهر العالم وما زال بيبهر العالم طبعا حتى نهاية الفعاليات. عايزة حضرتك تكلمينا على فعاليات اليوم وأيضا فعاليات كل الجلسات على مدار هذا المؤتمر، بشكل خاص أنه كل يوم من أيام المؤتمر بيحمل عنوان ليه أهمية ودلالة في مواجهة الأثار السلبية للتغيرات المناخية. خليني أتكلم على اليوم، لأن النهاردة يوم مميز الحقيقة، يوم مميز لأن هو يوم بيضع الحكومة المصرية والدولة المصرية بأن هي تكون قادرة على أنها تدي مثال للتنفيذ. النهاردة يمكن كان في الخطاب بتاع الرئيس الأمريكي جون بايدن، وكان بيقول في الخطاب بتاعه على التزام أمريكا بخفض الانبعاثات بتوفير التمويل خاصة للتكيف، وأن هي لن تتراجع وخاصة في ظل الإجراءات التشريعية اللي أخذتها من خلال الكونغرس. ده كان الملخص بتاع الكلمة بتاعة الرئيس الأمريكي. لكن اللي مهم النهاردة هو قدرة مصر من خلال القيادة السياسية اللي آمنت في الأول بملف البيئة في 2018 وقبل كده في 2015 لما كان سيادة الرئيس رئيس لجنة دول وحكومات أفريقيا لتغير المناخ، ودلوقتي لما استضفنا هذا المؤتمر وبإشراف من رئيس الحكومة دكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة خرجت استراتيجية وطنية ورؤية بعيدة المدى 2050، طلعت خطة مساهمات وطنية لخفض الانبعاثات والسيناريوهات الملاحقة لها، ووضعت القطاعات اللي هي الخاصة بالطاقة اللي هو الكهرباء والبترول والنقل لخفض الثلاث القطاعات دول 50% من انبعاثاتهم بحلول 2030، وده خطة طموحة. ان احنا حطينا اول حزمة مشروعات سميناها المشروعات التي تضع الاحتياجات الإنسانية في قلب عملية تغير المناخ، اللي هو برنامج نوفي اللي بيربط الطاقة والمياه والغذاء، ودي فكرته. ووجود التمويل الحقيقي النهاردة من الجانب الأمريكي والجانب الألماني لبرنامج نوفي قطاع الطاقة أو الشق الخاص بالطاقة ب 500 مليون دولار، اللي هيعمله جذب لاستثمارات تصل ل 10 مليار دولار، وده الجزء الأولاني من البرنامج. الرحلة دي رحلة دولة، دولة بتحط هدف، بتحط رؤية، بتحط غايات بأرقام، عارفة هي عايزة ايه. ما رحناش قلنا احنا عندنا استراتيجية وعايزين نعمل كل حاجة في الدنيا، كان كل حاجة مدروسة متخططة صح، في تشارك مع كل الوزارات، الوزارات كلها بتشتغل مع بعضها تحت قيادة رئيس الحكومة دكتور مصطفى مدبولي بصفته رئيس المجلس الوطني للتغير المناخ. فاللي احنا شفناه النهاردة ده حاجة تفرح، بس حاجة نتيجة عمل واجتهاد وصبر وتخطيط ومتابعة ومباشرة. الشق التاني اللي حصل النهاردة أفريقيا، مصر بتستضيف هذا المؤتمر نيابة عن القارة الأفريقية، والقارة السمراء هي أكثر القارات تضررا بآثار تغير المناخ، فكان لازم النهاردة يكون من داخل هذا المؤتمر مؤتمر معا للتنفيذ حاجة بتحصل لأفريقيا. يمكن شرفتوا ان انا في 2015 لما كان رئيس الجمهورية رئيس لجنة الدول وحكومات افريقيا لتغير المناخ، ان انا شهدت ولادة ما يسمى بالمبادرة الافريقية للتكيف، ولم تحظى بالتمويل ولم يتم الاقتراص ليها. وبعد 7 سنوات النهاردة جاء تمويل لهذه المبادرة بيعدي 150 مليون دولار. هذا التمويل مش لتنفيذ مشروعات، لتسريع وتيرة أفريقيا لكي تحصل على المشروعات. التحدي أمام أفريقيا هي كيفية صياغة المشروعات والاحتياجات للوصول إلى مصادر التمويل والحصول عليها. نعم. هذه المبادرة كانت فكرتها أنها بتسرع أن الدول تحصل على التمويل، واللي حلو أن هذه المبادرة
هيكون مقرها القاهرة، فستكون المبادرة الأفريقية للتكيف وهي الاحتياج الرئيسي للقارة الأفريقية طلعت من حضن جمهورية مصر العربية في باريس وبتستقر للتنفيذ داخل القاهرة داخل الجمهورية الجديدة، وهذه رسالة هامة جدا للقارة الأفريقية. فاليوم النهاردة الحقيقة مفرح ومليء بالأمل ومليء بشعار بننفذه كلنا مع بعض، والعالم كله باصص علينا، العالم كله شايف مصر قادرة أنها تعمل إيه فعلا. والله العظيم يعني إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، يعني مش قادرة أقولك أنا سعيدة قد إيه باللي إحنا فيه. يا رب تكمل على خير. وكلنا كمصريين بنشعر بالفخر الحقيقة بهذا المؤتمر الضخم وهذا المؤتمر المتميز اللي بيتم هنا في مدينة شرم الشيخ. سؤالي الأخير لحضرتك معالي الوزيرة، مدينة شرم الشيخ الحقيقة يعني ظهرت في أروع صورها كنموذج للمدينة الخضراء والمنطقة الخضراء اللي تم اختيارها على شكل زهرة اللوتس. حضرتك يعني بتوجهي رسالة إلى كل العالم على اختيار مدينة شرم الشيخ، وزي إن هي ضربت أروع الأمثلة على كونها بالفعل بتحافظ على البيئة بكل ما فيها من تفاصيل. خليني أقولك السر الإرادة السياسية. لو عند الدول إرادة سياسية إنها تتحول للاقتصاد الأخضر أو تتحول للأخضر مش هتقعد لها 4-5 سنين. مدينة اشتغلنا كلنا فيها، خططنا صح، حطينا منظومة للطاقة الجديدة والمتجددة، منظومة للفنادق الخضراء، منظومة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية، منظومة للنقل الكهربائي. كل واحد ليه دور وكل واحد بيعمله وبنشتغل وبنمشي مع بعض. المنطقة الخضراء كان تكليف من سيادة الرئيس إن لازم يكون هناك مكان للشباب والمجتمع المدني والمرأة، مكان يوري الجمهورية الجديدة، مكان حتى المجتمع المدني الدولي والشباب يقدر يتكلم فيه ويقول هو عايز ايه ومحتاج ايه. ما ينفعش نقول مؤتمر شمولي وانت اتفاقية الامم المتحدة بتسمح بفئة معينة هي اللي تخش وهي الفئات الموقعة على الاتفاقية، وباقي الفئات اللي بتؤثر وتتأثر بقضية تغير المناخ وكل يوم ناس بتموت ونشوف فيضانات ونشوف حرائق ما يبقوش جزء من اتخاذ القرار ولا جزء من التنفيذ. صحيح. عشان كده خلقنا المنطقة الخضراء في وقت قياسي الحقيقة عشان تستوعب ده، وبتعمل نفس الأيام على فكرة. لو هنا عندي يوم التمويل في المنطقة الزرقاء بيناقش هناك يوم التمويل، النهاردة بيتكلموا خفض الانبعاثات في المنطقة الخضراء في المنطقة الزرقاء نفس الأصوات بتتكلم. فالحقيقة هو عمل جماعي منظم مخطط بإرادة سياسية قوية بمتابعة من سيادة الرئيس، بمتابعة حثيثة وإشراف من دولة رئيس الوزراء. كل أسبوعين اجتماع للجنة العليا فيها 15 وزير، فيها جهات، فيها قطاع خاص شارك معانا، فيها شباب، فيها مجتمع مدني. الحقيقة اللي أظهر هذه الدولة هي الرغبة في إن احنا البلد هتطلع بصورة حلوة، وهي فعلا طلعت بصورة حلوة. يا رب يا رب تكمل على خير إن شاء الله. بنتوجه طبعا شكرا. بكل الشكر والتقدير لمجهود وزارة البيئة دكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وبالتعاون مع كل الوزارات المعنية. شكرا جزيلا شكرا. لحضرتك شرفتينا على شاشة التلفزيون المصري، ومشاهدينا كل متابعاتنا مستمرة معكم لحظة بلحظة لكل الجلسات الخاصة بمؤتمر تغير المناخ COP27، الحدث الأبرز على المستوى العالمي.